السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديدة. اللي ما كتصدقش ليها المايونيز تابع معايا هاد لا فيديو. الو غادي نحتاجو الزيت، الخل، الملح والابزار، زوج ديال الفرماجات وزوج ديال البيضات والبطاطا مسلوقه. الو اول حاجه غادي نخلطو البيض والفرماج حتى يتجانس في الميكسور ولا في مولينكس. وابخي كنبداو نزيدو بشويه بشويه البطاطا. هنا تقريبا كاينه جوج بطاطا تقريبا. ابخي غادي نزيدو الخل جهتي معلقة كبيرة و الزيت، الزيت تقريبا شي نص كاس تقريبا، والملحة والابزار. دونك هنا غادي نبقاو نخلطو فيها و ميم طو غادي مرة مرة نقلبو، غادي تبدا تعقد لينا و ميم طو بغينا حنا يفتح ليها اللون ديالها. غادي نبقاو نزيدو مرة مرة الزيت حتى كي تولي زعما لا كولور ديال المايونيز. المايونيز ديالي واجده، كتجي لذيذه. الا بغيتوها عقده اكثر زيدوا البطاطا. دونك انا حيت غادي نديرها في لي سالاد وديروها حتى تبغيوها، لانها ما كتصبرش مع فيها البطاطا، تقدر تبقى لكم دوجور في الثلاجه وابخي كتخسر. الا عجبتكم لا فيديو خليو ليا لي كومونتير اي لي جيم. بسلام عليكم.